بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عظم الله لنا ولكم الأجر في هذه الأيام، أيام الإمام الحسين عليه السلام وذكرى أربعينيته. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم، الضيف الدائم للبرنامج، سماحة السيد رشيد الحسيني، الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. سيدنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله، وعظم الله أجوركم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم، حياكم الله. وفقتم إن شاء الله. بإذن الله تعالى بعد 10 دقائق من الآن رح نبدأ باستقبال مشاركاتكم، أسئلتكم، مداخلاتكم، وسماحة السيد إن شاء الله يجيب عليها في هذه الدقائق. سيدنا الكريم، هذه الأيام اندفاع الناس الملايين باتجاه كربلاء المقدسة لزيارة الإمام الحسين عليه السلام. قرأنا الكثير من فضل زيارة الإمام الحسين عليه السلام، وقرأنا الكثير من فضل زيارة الإمام الحسين مشيا وفي أيام الأربعين، زيارة الأربعين. السؤال، لما كل هذا الإصرار الذي زرعه فينا أئمة أهل البيت عليهم السلام وهم يدعون لزيارة الإمام الحسين عليه السلام؟ أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في واقع الحال، مسألة ارتباط المسلم برموزه وبأولياء الله الصالحين، نعم، هذه في واقع الحال مجموعة كبيرة من الروايات التي خلفها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله، اللهم وربط الناس به، وربط الناس بأولياء الله الذين هم في واقع الحال الوسيلة التي يمكن أن يرتبطوا بالله سبحانه. هذه، وابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة بمعنى الواسطة أو الآلة أو الطريق التي من خلاله يمكن الإنسان أن يصل إلى الشيء. رب العالمين جعل هناك وسائل ووسائط يمكن للإنسان من خلالها أن يرتبط بربه. نعم. ومن الغريب أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يخلف لنا مجموعة روايات تتحدث عن فضل زيارة قبر الشريف بعد وفاته. من حج ولم يزرني فقد جفاني. نعم. يا علي، من زارني في قبري كان له كذا وكذا من الأجر والثواب. هذا النوع من الروايات التي تدفع المسلم على الالتصاق والتواصل مع ولي الله وإن كان بعد موته. فالشيعة وبعض الفرق المسلمين اهتموا اهتمام كبير بزيارة القبور والأولياء، عملا بوصايا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. نعم. وهذه تأخذها في واقع الحال من دعوة الناس إلى زيارته في الروضة الشريفة في المدينة المنورة، ودعوة الناس إلى أن يزوروا أئمتهم والصالحين من عباده. هذا في واقع الحال ما أريد أقول أنه تنفرد به الشيعة، ولكن مجموعة من المسلمين يؤكدوا هذا الأمر بشكل كبير. لماذا كل ذلك؟ سؤالكم، لماذا كل ذلك؟ نعم. في واقع الحال، وأنتم سادة المعرفة في هذا المجال، أن التواصل والارتباط على قسمين. نعم. هناك في الواقع تواصل لساني، أسميه تواصل لساني، السلام عليكم، عليكم السلام، هذا تواصل معك. نعم. أروح إلى الإمام أقول له السلام عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله عليه وآله، صلى الله عليك مثلا يا مولاي يا أمير المؤمنين، هذا تواصل لساني أسميه زيارة لسانية، وهذا أمر طيب بلا أشكال.
ولكن تجي روايات تقول هذا التواصل اللساني يحتاج إلى تواصل آخر بدني. نعم بدني. شنو يعني تواصل بدني؟ أنا ما أسمي تواصل بدني، أسمي تواصل ماذا؟ جوارح اللي أحسنتم فوق اللسان أو ما وراء التواصل الشكلي. حتى أنه شوفوا حتى أنه الرواية تقول إذا لقيت أخاك المؤمن فصافحه، صافحة نعم. عانقه معانقة. ليش؟ ليش المعانقة؟ ليش مصافحة؟ روايات عندنا من صافح أخاه المسلم تتحات الذنوب من بين يديهم إلى أن يتفترق وماذا إلى أن تفترق أيديهم. أو أنه تنظر لأخيك المؤمن أو تذهب لأخيك المؤمن زيارة الأخ المؤمن. شوفوا الروايات زيارة الأخ المؤمن، مؤمن تروح دق بابه. شوفوا كم من الروايات في أنه هذه الزيارة هذا النوع من المواجهة البدنية المواجهة الشعورية بالحواس الخمسة أو الستة هذه مطلوبة. نعم هاي مطلوبة. فتمرة قاعد في البصرة، السلام عليك يا مولاي أبو عبد الله، مرة تقوم تروح له للقبر الشريف وشوف القبر شوف الكذا، وتقول لك الروايات إذا ذهبت إليه فتطهر ونظف ثيابك والبس أفضل ثيابك وامشي كذا بشكل، شايفين أداب الزيارة؟ نعم. امشي مثلا بارفع خطواتك بهدوء وبسكينة واستغفر الله وسبح الله، وإذا وقفت على بابه قل 100 مرة الله أكبر. وبعد هذا شنو هذا كله؟ كله يريد يعطيك حسب تعبيرنا ذلك شو يسمونه بروتوكول أو نوع من التشريفات الزيارة حتى يعيشك في أجواء. شنو هاي الأجواء مولاي؟ هاي الأجواء أجواء ارتباط، أجواء ارتباط. اعذروني لهذا المثل اللي راح أمثله، مثال راح أمثله، اعذروني له. جيد لا بس واحد مرتبط بوحدة أو صاحبته أو صديقته أو على حال خطيبته بالتليفون يرتبط، بس يقول لا خل أشوفك خل أقعد. شايفين هذا خل أقعد خل أشوف. ترى هي قضية قلت أنا في بدايتك أنه أنتوا قد أكثر مني معرفة في هذا الأمر على أن الالتصاق والتعايش المباشر فيس تو فيس هذا هواي مهم. نعم كلش مهم. الأئمة دفعوا الناس إلى هذا أنه من مثلا بلحاظ أنه هذا التواصل اللي ذكرته قبل قليل تواصل سلبي. أنا ما أريد شوفوا أنا ما أتكلم هذا مثال، المثال لما يضرب ما واحد يناقش في المثال، مناقش في المثال مهم. سيدنا نخلي في بالنا من يقتطع الكلام هذا دائما على حال السيئين كثر. نعم. شوفوا في الواقع لما أقول أنه التواصل البدني تواصل الحواس هذا جدا مهم جدا مهم. لذلك تشوف أنه من نظر إلى وجه العالم، من ذهب إلى بيت العالم، من جلس في مجلس العالم. شنو مجلس العالم؟ خلاص مع محاضرته لا تجلس أحسنتم وهكذا. هذا في واقع الحال يعطي شعور آخر غير الشعور الأول اللي سميناه شنو؟ تواصل للزارة زيار لساني أحسن. شلون؟ السلام عليك يا أبو عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. شوفوا التثديد يقول له يا بتر أنا وياك، مع من زين أنت؟ أنا زين. مع من أنت عندك كذا؟ شوفوا اللي الآن جاء السوشيال ميديا الآن مليء بهالمشكلة أنه ها إحنا مع أي واحد، مع المتدينين أو مع غير المتدينين، إحنا مع الخط الديني أو مع الخط العلماني. الإسلام يقول أيها المتدينون كلوا متدينين، العلمنة وكذا ترى أكو مآرب تريدون يبعدوكم. يعني خلي أقول كلمة كلش واضحة. نعم. أن الخط العلماني أو الفكر العلماني والاشتراكية العالمية واليسار العالمي يريد أن يفرغوا حياة الناس الاجتماعية ممن؟ من الدين. نعم. دين خلوا على كتر. الإسلام يقول لا جيبوا الدين بالوسط في كل مفاصل حياتي. أحسن أسا ما أريد أقول كل مفاصل حياتي، بس لا تغيبون الدين في شنو؟ في شؤون في شؤونكم. بس أنا قد أروح أدرس هندسة. نعم. الهندسة ما يحتاج إلى
مسائل دينية، قضية علمية بحتة، أدرس طب، ولكن لا تغيب الله في درسك، لا تغيب الله في تعاملاتك، لا تغيب الله في علاقاتك. واضح. الجماعة يقولوا لا. ولذلك أنا لما تأتي الروايات، أنطونا مجال هالليلة، مو أنه أخذ وقتكم سيدي، أخذ وقتكم. لما تجي الروايات أنه زوروا الحسين أو اذهبوا إليه، من مثلا مشى إلى زيارة سيد الشهداء، طبعا عندنا روايات من مشى إلى أمير المؤمنين أيضا. نعم. هاي كلها تريد تبقي تلك الأواصر الفاعلة، الفاعلة، سلم لمن سالمك، حرب لمن حاربك، إن أشهد أنك تسمع كلامي وترد سلامي، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف، شنو يعني هذا؟ أشهد لك هالأمور هذه وأنا متبعك، وأنا متبعك. هذه شلون متبعك؟ نعم. الاتباع كيف يحصل؟ لا يحصل بالحالة الشعبوية الساذجة، الاتباع يكون بمن؟ بالنظرة والبصيرة الثاقبة والعميقة اللي يتعززها منه، من يتعززها؟ التواصل الثاني. هالثاني، أحسنت، الزيارة العميقة. فأنت ثلاثة أيام تمشي إلى السيد الشهداء، ليل إلى نهار والنهار لليل، وأنت تمشي تمشي، هذا كله وين رايح؟ زائر الحسين، زائر الحسين تأكل، زاد الحسين تشرب ماي أبو علي وشاي أبو علي، والأمامك الرايات أبو علي، السماعات تشتغل، هذا هو، هذا هو، هذا شو نسميه إحنا؟ نسميه هي في الواقع نوع من التعبئة الفكرية والدينية التي تبقى الإنسان على الطريق على الجاد. نعم. هذا اللي أرادوا أهل البيت، اللي أرادوا أهل البيت أن قضية الحسين ابقوا حية 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 حية، لا تموتوها، لا تضيعوها. وهذا الإشعار وهذا النوع من الربط هو في الواقع حسب تعبير غاية الغايات من ثورة الحسين وقتله في واستشهاده في يوم عاشوراء. واقع هو هذا. الحسين ذهب، لماذا ذهب؟ خمو انتحار، حتى تبقى هذه الصلة وتبقى هذه الانتماء والهوية التي يتسم بها المؤمن بفضل دمائه صلوات الله وسلامه عليه. فتأتي زيارة الأربعين وزيارات الأخرى للحسين، تدرون زيارات عديدة مخصوصة، هاي كلها حتى تبقيك تبقيك. شوف قضية صلة الرحم، من وصل رحمه، ليش صلة الرحم؟ إلى آثار كبيرة جدا في تقوية أواصر الأسرة، وهكذا وهكذا وهكذا. هذه في واقع الحال أنا أسميه فلسفة الإسلام فيما يرتبط بالائتلاف والتوادد والتعاون والاجتماع الأمة، اجتماع الأمة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بأي وسيلة مولانا واعتصموا؟ الاعتصام بسلوك الطريق وبالاتحاد في الرؤية وبتوحيد السبل، هي تصل إلى ماذا؟ تصل إلى الهدف الذي أراده النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. أحسنتم سيدا، شكرا على هذا التوضيح وهذه الإشارات المهمة، ونسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من زائري الإمام الحسين عليه السلام بالمعنين اللي تفضلت بهم سيدنا، وكذلك الدعاء إن شاء الله للمشاهد الكريم. من الآن نبدأ باستقبال مشاركاتكم إخواني الكرام أخواتي الكريمات، وأول المتصلين أبو علي، تفضل يا أبو علي. شكرا جزيلا، حياك الله. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا احنا فلاليح نشتغل بالفلاحة. نعم. يصير عندنا مثلا احنا يصير تقارب بيناتنا، مثلا بصفك سيد وهذا السيد تقدم له مثلا بدوسه، تقدم له خدمات مكننة، تقدم له شغلات اخرى. زين. فهذه الشغلات نقدر نحسب الخمس على السيد. سيد شنو هذا السيد؟ يعني شخص محتاج فقير؟ نعم. لا ليش اخذ هذا الشغلات؟ واضح. هاي واحد. اثنين مثلا
عنده حيوانات يجلس سامع، لأن هذا الراعي هم بفلوس وهم نقد، نقدر نقيم هنا عليه مثلا خمس. واضح. سؤالك الثاني. هو هذا السؤال الثاني. شكرا جزيلا سماحتكم. شكرا لحضرتك، وتسمع الجواب ان شاء الله. تفضلوا سيده، السؤال كان واضح عندكم؟ واضح اخي الكريم. يعني انا ما ادري هذا السيد اللي بجنبك وجيرانك وتثيد الساعدة لسيادته او للجيره اللي بينك وبينه او لصداقتك وياه، انت تريد كل هذه القضايا اللي تقوم بها اللي هي قضايا اجتماعيه وقضايا حسب تعبيرنا احترام وتشريف لكونه سيد، تريد تجيبها تحسبها حقوق شرعية. هذه ما يمكن أقول لك إيه ولا أقول لك لا. ليش؟ تسمعني جيد؟ ليش؟ لأنه في واقع الحال ما أدري، يشترط في إعطاء الحقوق الشرعية لمستحقها سواء كان سيد أو كان عامي، السيد من حقوق السادة والعامي من حق الإمام، لابد أن تتوفر شروط. واحدة من عدها أن يكون سيدا مؤمنا متدينا وفقيرا. فقيرا يقول سيدنا لو ما كان فقير ما يقول جيب مكينتك والله مثلا احرث لي القاع. يعني فقير شنو؟ ما عنده شو اسمه قوت سنته؟ ما عنده قوت سنته؟ قوت السنة يعني ميزانية السنة مالته ما عنده ولو بالتدريج؟ تقول لا سيدنا ما عنده يموت جوع هذا إذا ما إذا هالشكل، هذا فقير. أما إذا لا عنده وجاي يزرع الرجال وباكر ما شاء الله رح يحصد، يحصل له في 40-50 مليون مثل. ما أدري شو بدريني أنا في النهاية، عنده ميزانيته السنوية. فإذا عنده ميزانيته السنوية هذا مو ما يستحق. فإذا ما يستحق شلون تحسب خمس؟ فحاولوا أن هالأمور هذه شوية. طيب سيدنا، هو مو المفروض الحقوق اللي من هذا النوع تعطى مالا للشخص مو قيمة؟ بعض الأحيان بإجازة الفقيه. نقول فقيهنا هذا السيد يزوج ابنه يحتاج إلى كذا، فتسمحوا لي إحنا مثلا نطيه ثلاجة أو كذا من حق الفقيه. يقول ما يخالف مثلا. هنا أكو إمكان، ولكن لابد أصل المسألة نثبت أن هذا مستحق أو غير مستحق. طيب سيدنا، لأنه تردنا الكثير من الأسئلة من هذا النوع، مثلا إذا شخص موظف وعنده العديد من الالتزامات العائلية المالية يعني، وما عنده ناس يصرفون على أسرته سواه يعني، وراتبه على قد يمشي راس الشهر، هذا إنسان نقدر ننطي حقوق مثلا؟ طبيعي يعني، حتى لو عنده راتب بس راتبه ما يكفي إيجارة ومصارف ما يكفي، هذا فقير. نعم. فقير فعلي، فهذا يستحق الخمس. أحسنتم سيد. عندنا اتصال آخر، لو شنو مشاركتنا، رسالة صوتية نسمعها. السلام عليكم سيدنا ورحمة الله وبركاته. سيدنا، أنا والدي متزوج اثنان، يعني والدتي وامرأة أخرى، ونحن الأخوة من نفس الأم، ستة أولاد واثنان بنات، ومن زوجته الأخرى ولد وبنتان. فقام الوالد ووالدي يملك ثلاثة بيوت، فقام الوالد بتسجيل أحد البيوت باسم زوجته الثانية حصرا، فهل يجوز له ذلك وأن يحرم بقية الورثة من هذا الورث وهو على قيد الحياة طبيعة الحال؟ يعني بما أنه سجلها باسمه يعني على قيد الحياة. تفضل سيدي. شوفي بابا، يعني هالمشاكل الأسرية بعض الحين يقول يا شلون أبونا حرمنا من الورث، هو بعد حي يعني ما عنده إرث. الإنسان متى يرث من واحد؟ بعد ما يموت، بعد والدك على قيد الحياة وما شاء الله بكل شنو قواه العقلية والبدنية، وأبوك ما ميت، حد يقول وين الورث؟ يجوز سيدنا بعدين توفى الوالد، أخوه توفى بس بحياته، هي جاي تقول حرمنا من الورث. نعم. وما عند، ما دام حي ما عنده ورث، هو حي مالتي واغراضي وبيتي وسيارتي، اذا اعطيها الاستاذ مرتضى، اذا اعطي ما سيارتي دار الايتام، اذا اعطي الارض مثلا الى ما بكيفي انا. الحي يستطيع ان يتصرف بما يملك بما يشاء، لقول النبي الناس مسلطون على اموالهم. لا مو حرمنا هذا أنطى زوجته الثانية،
نعم هذا 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 تصرف غلط. انت راح تخلي اولادك يكرهونك، اولادك ما يحبونك، راح يسبب مشاكل انت. ولكن حرام لو مو حرام، يجوز نعم يجوز، بس صحيح صحيح هذا التصرف؟ لا مو صحيح، لانه هذا يسبب ماذا؟ مشاكل اسريه. فنعم هو مو ارث، وانما هو بحياته يريد يطيع زوجته الثانيه، ما يطيع زوجته الثانيه، يطيع الاولى بكيف حصرا بقولتك حصرا، يطيها إلك انت، ما بابا انت انا اعزك كل شيء اللي عندي إلك. هذا بحياته يقدر ينقله ويثبته بالسندات والكذا. احسنتم سيدنا، شكرا جزيلا. فهد تفضل يا فهد. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمه الله. سيد عندي استفسار بخصوص احنا عندنا سيارات حمل، ومرات حصتنا ما بتسوي الجود مال الغاز، فنجي نطول احنا ونطيل الفلاح. بس فهمني شويه، مو ما فهمت. واضح سؤاله واضح عندك. واضح سيدنا تمام. فسؤال عندك سؤال ثاني سيد؟ انا عندي سياره حمل. سؤالك واضح حبيبي، لا تكرر، جزاك الله خير. عندك سؤال ثاني عزيزي فهد؟ لا 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 ما عندي. السيد فهد سؤال الفلاح يحق له ما يحق. ان شاء الله تسمع الجواب. انا ما فهمت السؤال، تفضل سيدي. شوف حبيبي اخ مرتضى، ذول عندهم سيارات الحمل. نعم. سيارات يسموها النقل العام. النقل العام سيارات البيك اب، الفوزة، ما ادري كيا ذن. نعم. تريله. ذول عندهم حصه من الغاز. نعم. هاي الحصة من الغاز تعطى لهم مثلا كل يوم 40 لتر، كل يوم 50 لتر، حسب حجم السيارة وشغلها. فهو شو يسوي؟ وقف السيارة باب البيت، بس يروح يخلي يفول، يجي بعدين يخلي هاي شو يسموه الشفاطة يسحب تشفطها. نعم. ويروح يبيعها للفلاحين من هنا وهنا. يعني هو في الواقع وضع هذه الحصة من الغاز اللي هي بسعر تفضيلي يبيعها بالسعر الكذا. هذا إذا كان القانون لا يجيزه، القانون ما يقبله، فيكون في إشكال. نعم. صار واضح إن شاء الله؟ أحسنتم سيدنا. هاي سيدنا من كثرة الأسئلة من هذا النوع تولد عندكم خبرات حياتية. عندنا مشاركة أخرى، بينما تجهز المشاركة الأخرى نذكر الإخوة الكرام إمكانية الاتصال والمشاركة من خلال الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. سيد كرار تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. سيد عندي سؤال. تفضل سؤالك سيد كرار. كل ما أطلع على شغلة مرضا هاي ما يصير عندي حاضر. زين. يعني ما توفق بيه. بس صعيف التلفزيون كل المجالات يعني ويا ربعي ويا ما اقدر حاط. زين عيف التلفزيون اسمعنا بس من التليفون سيد كرار، لانه الصوت قاعد يرجع علينا، نصيت صوت التلفزيون تماما. تمام تمام. فما عندك حظ، شنو سؤالك؟ هو يعني بهاي الامور بالشغل وهاي ما لك توفيق. زين زين تسمع الجواب ان شاء الله من جناب السيد. مشكورين مشكورين سيدي. شكرا جزيلا، تفضلوا سيدي. الأخ كرار. الأخ كرار إذا تسمحون سيدنا نأجل الإجابة عليه بعد ما نأخذ اتصال. محمد ويانا تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا بريد نشارك في البرنامج وياكم. تفضلوا عزيزي سؤالك شنو؟ عيوني. السلام عليكم سيدنا العزيز. وعليكم السلام حياكم الله. سؤال في الموضوع أحب استشيرك فيه. تفضل اطرح السؤال. عندي سيارة مع المعوقين. نعم. وكملتها وطلعت نقص بالمعاملة اللي اشتريتها من عنده. المعاملة ما اكملت، كملتها اني. اللي هو اللي المفروض انا اخذها من عنده كاملة. نعم. الو اسمعك عزيزي كمل. هل يجوز ان اخذ مثلا مصروف تعبي منه؟ تاخذ شنو؟ فلوس تعب. مصروف تعب اللي كملت هاني من عنده. واضح واضح. لا واضح ان شاء الله تسمع الجواب اخوي الكريم. شكرا جزيلا على اتصالك. تحياتنا للاخ محمد وشكرا جزيلا. نبدا بالاجابه على سيد كرار. سيدنا يقول انا ما موفق بحياتي، ادخل مشروع ادخل باي شيء ما موفق، ما عندي حظ.
ما ادري شنو معنى ما موفق، يعني واحد يقول يا سيدنا انا اريد فلان شغله اسويها ما تصير، فانا ما موفق. ما معلوم انه لو كانت تصير هي مصلحتك ولا ما ادري واقع يعني. نعم. بعض الحين احنا نفسر الاشياء بما نريد ونعتبر اذا تحقق ما نريده فهو شنو؟ فهو النجاح وتوفيق. في حين سأجيب لكم مثال، مثال واحد يقول انا توفقت انه مثلا اتزوج بوحده اللي اريدها والحمد لله قنعت اهلها وكذا، بعد 6 أشهر صارت مشاكل وقال سيدنا انا طلقت. ها شلون مو تقيت انا توفقت وكذا؟ قال ايه صورت خوش مره. فبعض الاحيان احنا مراداتنا وقضايانا نصورها هي الاحسن، هي الاحسن، في حين قد لا يكون ذلك. فتقول انا ما بي ما عندي حظ، ليش هالشكل؟ شوف حبيبي، هناك مجموعة آيات في القرآن أن الدنيا دار ابتلاء وامتحان وفتن، وفتن. نعم. يعني الله يفتنك يبتليك ويمحصك ببعض القضايا حتى عليه حال، حتى يجعل الإنسان أكثر وعيا، أكثر قربا، التصاقا بالله. لذلك هذا الدعوة إلى الدعاء دائما والارتباط بالله جدا مهم، جدا مهم. أنه تصدق، ادفع صدقة، اطلب من والدتك تدعو لك، أنت على حال توكل على الله بالدعاء والبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. هاي كلها من دواعي التوفيق. صار واضح؟ أما أنا شنو اللي أسوي؟ يعني اليوم اتصل واحد على التليفون الخاص، السلام عليكم، أنا استغربت شلون واصل تليفوني الخاص. تفضل. قال سيدنا انا صار لي اسبوع اجي عليك وما اجي احصلك، وانا يعني اشعر دائما اريد انتحر، اريد انتحر انا، وعندي حاله، ومو بس انا، اخوي هم نفس الشيء، واختي حاله عندنا نفسيه، فش نسوي؟ قلت له اخي الحالات النفسيه تروحون لطبيب نفسي، واذا عندكم امور كذا روحانيات ما روحانيات، اما انا ما عندي إلا أنه أقول لك أرجع إلى الله، توكل على الله، وشوية لا تهتم بالقضايا، والقضايا النفسية هي قضايا اهتمامات ما لها داعي. ففي واقع الحال إخواني يتصلون، سيدي شو نسوي؟ أنا ما عندي حظ، أنا كذا. أقول ارجعوا إلى الله، يعني واقعا نتوكل على الله، ونفس الوقت هم يصير عندنا نوع من الفهم الحياة. الحياة ليست حسب تعبير المفروشة بالورود كما تقول الآية الكريمة، وآية مهمة، ما أدري سامعيها الشباب لو لا. بسم الله الرحمن الرحيم. أتودون، يعني تحبون، أتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ذات الشوكة يعني طريق بأشواك، يعني طريق بدون أشواك يكون لك ما معقولة، لك وغيرك لازم تمشون بطريق بأشواك، وهي الأشواك هي اللي لازم شنو تتحملها. كل ما تتحملها تصير مثل الحسين، وتصير مثل الصالحين الذين نجحوا في امتحاناتهم التي كانت مليئة بمن بالمصائب والتضحيات والمشاكل. أحسنتم سيدنا، شكرا جزيلا. بعدنا نستقبل المشاركات. طيب قبل أن نستقبل المشاركة اللاحقة اللي هي رسالة صوتية، سيدنا الأخ محمد وتكلم عن سيارة معوقين، كمل النقص اللي بيها بالمعاملة المفروض على اللي باعها عليه أو اللي المفروض هو يكملها، فيقول يصير أخذ فلوس من عنده حق التعب مالتي. أكو قاعدة عندنا في باب المعاملات، شباب شوي اسمعوها، عندنا قاعدة في باب المعاملات تسمى المسلمون عند شروطهم. نعم. المسلمون عند شروط، يعني أنت لما دخلت في معاملة بحسب الشرط، المسلم بحسب شرطه، أنت اشترطت عليه المصاريف النقل السنوية، مصاريف نقل السيارة من الميناء، الجمرك عليك لو ما أدري، يعني حسب الشروط. نعم. فإذا كانت القضايا مشروطة فعلى الشرط. فإذا قلت لأخوي هاي السيارة معاملتها عليك وأنا ما متفرق، قال إيه من هالعين لهالعين، بس بعدين الأخ خلاني بالنص لا يسويها ولا يرجع السيارة، فأنا ركضت بيها. هنا إذا كان الشرط عليه
فيجوز له، اسمعوا، يجوز له أن يأخذ أجور المثل. أجور المثل يعني لو معقب من المعقبين شقد يعطوا، لو واحد محامي يخليه يتابع المسألة شقد، فيأخذ أجور العمل اللي قام به إذا كانت مسؤوليته وهو تنصل منها وأنا قمت بها. أحسنتم سيدنا، المفروض إن شاء الله الأمر صار واضح عندك أخي محمد، شكرا لك على اتصالك. عندنا مشاركة رسالة صوتية نسمعها. جاهزة الرسالة الصوتية نسمعها. السلام عليكم، أنا عندي سؤال. أني ساعات أشارك بختمات على القربات يدزوني، ختم الميت، ختم أهل البيت سلام الله عليهم، وأني ساعات أمور البيت، كسل، المرض، مشاغل البيت، فأنسي وأمرار كسل، يعني أنسى يا جزء أخذتي، فشن هساي حكم الختمات اللي ما أخذتهم؟ يعني هم ما صور الختمات خلصوهم، فأنا شنو حكم، شنو أسوي، شون يعني أقرأ الجزء؟ شكرا للأخت الكريمة صاحبة الرسالة الصوتية، تفضلوا سيدنا. لو تكررون السؤال لو سمحت. سيدنا يشاركون بختمات جروبات أكو نسائية غالبا بلي. فختمات القرآن الكريم، ختم صلوات وهاي الأشياء، فتقول أحيانا أنا بسبب ضغوط البيت وأمور البيت وهوسة البيت أنا أنسى الجزء اللي أخذته يا هو، شنو أتصرف؟ أولا إذا كان يمكن إنسان أنه يسأل الطرف اللي مشترك معنا، يا بأ أنا أي جزء أخذته من عندكم، أو أنا شنو اللي على حال اختاريته، يعني ذكروها، يذكرون بما نسيت. نعم، إما هالشكل، وإما أنه في إذا كان ملزم يعني بفلوس. لا سيدنا، عادة هاي تبرعية. نعم، فعلى حال إذا كانت تحتمل احتمال معين فتقرأ المحتمل وليس عليها شيء. أحسنتم. شو رأيكم بهن سيدنا هاي الحركات اللي تصير؟ حركة لا بأس بها، يعني دائما تصير سيدنا زيارات يا بي ليلة جمعة رجاء فلان هذا دفنته مثلا كانت قبل أسبوع، فنقرأ له واحد جزء الأول، واحد جزء العاشر، واحد جزء الخامس، لا بأس، هذا أمر طيب، وأنا أعتقد هذه أمور تقوي الأواصر يعني ونوع نفس الوقت هم يرتبطون بالله سبحانه وتعالى فيما يقومون به من قراءة القرآن وتصدق وما إلى ذلك. أحسنتم سيدنا. مشاركة أخرى نأخذها. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام. السؤال مالتي، عندي سؤال، السؤال مالتي الصلاة والصوم بدون تقليد، هاي الصلاة والصوم أعمالي وصلاة وصوم مقبولة؟ يعني بهن إشكال شرعي بدون تقليد لو لا؟ تفضلوا سيدنا. يعني نحن في الواقع الحال المسلم مطالب أن يؤدي أعماله بشكل صحيح، أن يؤدي أعماله بشكل صحيح، أصلي بشكل صحيح، أصوم بشكل صحيح، أحج بشكل صحيح. زين، أنا لما أصوم أو أصلي وما عندي تلقي من رجل مرجع أو مجتهد أو كذا، ما عندي تلقي معلومة من عنده أو فتوى من عنده، ما عندي، فتشون رح يعني شون أصلي؟ والله أصلي بهالطريقة اللي أبوي علمني. زين، هذه الطريقة اللي أبوك علمك أنت تعلم بأنها هي صحيحة؟ عندك يعني وثوق بصحتها؟ يقول لا، ما عندي وثوق. شون أنت تأدي أعمال وأنت ما تدري أنها صحيحة؟ والمطلوب أن عندنا شنو؟ نأدي الأعمال بشكل صحيح. فحتى أنا أطمئن أن عملي صحيح، فأرجع نفسي لمن؟ إلى أهل الخبرة. منو أهل الخبرة؟ الفقيه الجامع للشرائط، الفقيه اللي هو متخصص في أمر الدين واستنباط الأحكام الشرعية، أرجع له. يا بي أنا شو تقول أنت؟ أنا أسوي. تقول صلي بهالطريقة، أصلي. باكر عيد، باكر عيد، باكر رمضان، بكرة أصوم. لما أذبها عليه وقلده بيها، أنا من باب أن واحد قال لي سيدة صلاتك صحيح، أقول بحسب رأي فلان صلاتي صحيح، بحسب رأي فلان. هذا التقليد يجعل ماذا؟ يجعل الاطمئنان بصحة العمل، يجزي ذمة الإنسان ويبرئ ذمته. نعم، ويبرئ ذمته.
أما العمل بدون تقليد يا أبي على منزل والله أصلي. هذا النوع فقهاءنا يقول إذا انكشف له أن هذا العمل بحسب رأي الفقيه الجامع الشرائط كان عليه حال باطلا فيه ماذا؟ مؤاخذة، هذا بطلان. فلذلك الفقهاء يقولوا لابد من الرجوع إلى الفقيه الجامع الشرائط لتلقي الأحكام من عنده والتكاليف ونأديها حتى تكون يوم القيامة حجتنا. أقول له يا أبا أكو مثل يعني عراقي ماذا سامعين؟ وراء عالم وطلع منها سالم. أي ذبها براس عالم وطلع منها سالم. يعني أنت يوم القيامة عندك حجة، ليش الشكل؟ يقول هذا السيد الخوي الله يرحمه هو اللي قالها وإحنا وراء قالها فلان. واضح؟ نعم. هذا نوع من إبراء الذمة وإلقاء الحجة عفوا والعثور على الحجة والاستناد لها. أحسنتم سيدنا، شكرا. عماد ويانا، تفضل يا عماد. عماد تفضل. أسمعك حبيب. تفضل أخوي اطرح سؤالك. السؤال عندنا شخص. نعم. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك فضلك، تسلم عزيزي. عندي سؤال. نعم. تسمعني؟ أسمعك بس أريدك تطفي التلفزيون أو تروح الغرفة ثانية لأنه قاعد تسمعنا من التلفزيون ويصير فرق بالصوت. تفضل. عندنا رجال ويانا يداوم إحنا في شركة. نعم. الرجال اللي ويانا يشتغل بسيارته. نعم. ويشتغل ويانا أولاده يشتغلون. نعم. ومقدم على الرعاية. سامعين واضح إن شاء الله؟ نعم أسمعك. وأولاده يقسم على الرعاية، فشنو حكم الرعاية عندها؟ سوى حلال حرام؟ هو سيارته تشتغل وأولاده يشتغلون وهو يشتغل يعني الشخص نفسه ومقدم على الرعاية، يعني وضع المادي تقصد زين وهاي الأمور صحيح؟ نعم. تقصد أنه وضع المادي جيد وما محتاج، هيش قصدك؟ الحمد لله، بعد هو يشتغل ويانا في شركة وسيارته تشتغل وضع المادي طيب. تمام، تسمع الجواب إن شاء الله. أخي عماد عندك سؤال ثاني؟ سيدنا لا تنسانا بالدعاء، شكرا لكم. حياكم الله. تفضلوا سيد. في واقع الحال هذه الأمور التي هي ضمن قوانين شرعها المتصدون لإدارة المجتمع. نعم. يعني أكو مجموعة قوانين، قوانين المرور، قوانين الضريبة، قوانين الصحة، قوانين التوظيف والوظيفة، قوانين. نعم. هذه القوانين نحن لابد أن لا نخالفها. نعم. ومخالفته في إشكال. فشو المطلوب من عندنا؟ مطلوب من عندنا أن نطبق أنفسنا على القانون. إذا القانون الرعاية أو الرعاية الاجتماعية قال يا بي إحنا نعطي راتب لكل أحد حتى لو عنده تاكسي، حتى لو عنده سيارة يشتغل تاكسي إحنا نعطي، فيجوز. أما إذا قالوا لا، اللي عنده سيارة خاصة أو مثلا كذا إحنا ما نعطي، وإجا الباحث الاجتماعي وأنا انطيته فرشم فلس حتى كتب لي أنه كذا، هذا ما يجوز. ليش؟ لأن القانون ما يسمح لك. فالجواب الأخر راح يكون أنه أنت طبق نفسك على القانون، وأنا مو هنا أنا يعني ما عندي قوانين دائرة الرعاية الاجتماعية وشوفوا بشي يقولون. حسب ما سمعت يعني اللي عنده سيارة ما ينطو، لأن اتصل عليه واحد أخ مرتضى قال سيدة كان عندي راتب واشتريت سيارة، هم واصل لهم خبر أن عندي سيارة، اجوا قطعوا راتبي. قلت لهم ليش؟ قال عندك سيارة، فرحت خليت سيارتي باسم ابن أخوي حتى يرجع راتبي. قلت له ما يجوز، أنت جاي تكذب يعني، احتيال تكذب احتيال. فحسب الظاهر أنه اللي عنده سيارة ما ينطو، هذا صحيح لو مو صحيح؟ أنا مو يما أنه صحيح لو مو صحيح. قوانين سماحة الإعلام يقول لابد من مراعاة. أحسنتم سيدنا، شكرا جزيلا، صار واضح إن شاء الله. أخي عماد، عندنا اتصال من عباس، تفضل يا عباس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السيد وياي؟ السيد يسمعك، شنو سؤالك عباس؟ الإيداع مبلغ مصرف الرافدين بالتوفير. نعم. شنو حكمه؟ مصرف الرافدين. طيب، بعد سؤال آخر. شكرا. شكرا لحضرتك، تحياتي لك. شكرا. تفضل سيد. مصرف الرافدين مصرف عام يعني مصرف حكومي، والإيداع فيه بعلي أساس؟ تقول سيدنا الإيداع فيه حتى حصل أرباح، هذا في إشكال. في إشكال وين؟ في إشكال في الإيداع لو في الأرباح؟ في الأرباح.
أما لا، أنا أودع الفلوس حتى أحفظها من السراق، حتى أحفظها حفظ حسب تعبير بنية الحفظ الصون. هنا يعطون أرباح، هم يعطون أرباح، هنا الأرباح نصها إلك نصها للفقير، ما في إشكال. يجوز نصها للفقير، بني يجوز إيداع الأموال في المصارف الحكومية بنية الحفظ، فإذا أعطيت لكم أرباحا فنصفها لك ونصفها لتتصدق بها إلى الفقير. نصف الأرباح مو نصف المبلغ الكلي. بلي طبعًا. زين، عادة سيدنا ينطوهم، ما أدري حضرتك منطلع ينطوهم فكرة عن الأرباح. بلي ينطوهم. بلي بلي. نعم. إن شاء الله صار الأمر واضح إليك أخي الكريم عباس. إذن الإيداع بحد ذاته لأجل الإيداع نفسه وحفظ الأموال ما بإشكال شرعي، ولكن إذا كان لي مع إعطاء الأرباح نصفها إلى الفقراء في حال زودوه بأرباح، أما إذا كان الهدف الأساس هو الأرباح للاسترباح واستحصالها للاسترباح فهنا يقع الإشكال والحرمة. طيب، اتصال آخر أو مشاركة أخرى أو رسالة صوتية؟ رسالة صوتية. ها، عندنا اتصال، عندنا اتصال. من منو اتصالنا؟ أبو عمار، تفضل أخويا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال بلد. تفضل، سؤالك شنو أبو عمار؟ السؤال أنا بلد معنا لا. بس غير مكانك حتى الشبكة تصير أحسن. بلد صوت بلد الثامنة. تفضل. دولة رتبي إسلامي. زين بالنسبة لي يبيعون تمر، يعني صوتك مو واضح أبو عمار، اسمح لي، صوتك مو واضح أخويا، صوتك يتقطع بسبب سوء الشبكة، غير مكانك. هسه غيرت مكاني. إيه، هسه عيد للسؤال. إحنا بلد إسلامي ويبيعون شنو يبيعون؟ يبيعون خمور. خمور أخويا. خمور. أخويا خمور. خمور يبيعون. خمور. زين. زين زين، هذا ممكن منعه يعني كدولة أو مثلا من مرجعية. طيب. باعتبار يعمل بالمعروف أنها الآن ينكر أو وحدة. نعم. زين بهذه الحالة هل صار سنين من 20 سنة وقبلها من يتحمل اسم هذا العمل؟ طيب. يسمح للبيع الخمور بالبلد. طيب، صار واضح. نعم. سؤال ثاني. بعدين اتصل بكم غير وقت ان شاء الله. ان شاء الله. الف اهلا وسهلا بك، شكرا لك على اتصالك. سيدنا بيشقين السؤال. الشق الاول يقول هل بالامكان منع تداول وبيع الخمور باعتبار انه احنا بلد اسلامي من قبل الحكومه او المؤسسه الدينيه وخلاها بين هلالين الحوزه؟ هذا سؤال الاول، حتى بعدين ننتقل للسؤال الثاني. اولا، الامر معروف انه عن المنكر واجبين، أي منكر يشوف الإنسان لازم ينهى عنه، وأي معروف لابد أن يؤمر به. ومن أركان الإسلام المهمة هي الأمر معروف النهي عن المنكر. ولكن هذا الأمر وهو الواجب اللي يسموه الركن المجهول أو المنسي للأسف، هذا له شروطه. يعني ما هي شروط الأمر معروف النهي عن المنكر؟ ما هي شروط النهي عن المنكر؟ هذه شروط لابد أن تتحقق. أقدر أحرق بيوتهم؟ أقدر ما أدري أكسر محلاتهم؟ لا، ما يصح. ليش؟ لأنه لابد أن تتوفر شروط حتى أنت تقوم بهذا الأمر. واحدة من الشروط أن يكون بإذن الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي يمكن ما يأذن لك، يقول لك أكو جهات أمنية لابد أن تقوم بهذا الأمر. إذن الأمر معروف نعم، بعد ما يحتاج واحد مثل واحد يجي يقول سيدنا الصدق واجب لو لا، الصدق زين لو لا، طبعا الصدق زين. الظلم سيدنا مو زين؟ نعم الظلم مو زين. أكو أشياء ما تحتاج إلى الرجوع إلى الحاكم الشرعي، والله المرجعية شو تقول. الأمر معروف النهي عن المنكر واجبين، ولكن بشرطها وشروطها الإنسان لازم هو. سؤال، يمكن عندي أنا شروط الأمر معروف يعني متحققة، يمكن عندك ما متحققة، وكل واحد هو لازم يقيم أنه الشروط متحققة أو لا. طيب، سؤال الجنبة الثانية بالسؤال، أنه من يتحمل الإثم؟
هذا إثم التداول، القوانين، الدولة، الحكومة، الجهات المسؤولة؟ في واقع الحال الإثم الكبير للسبب الأساسي، من هو السبب الأساسي لهذا؟ يعني إذا كانت هناك قوانين تحد هذا الأمر وتمنعه، كما هناك أشياء كثيرة تمنعها الحكومة، الحكومة الآن تمنع أمور كثيرة، مثلا واحد يمنع الدخول مخالف للسير، تمنع تزوير الجواز، تزوير جواز ممنوع، وإذا واحد زور جوازه على حال يسجن. ممنوع مثلا عدم التزام بالدوام، ممنوعات كثيرة لإدارة المجتمع. كذلك فيما يرتبط بالبلد الإسلامي ومجتمع المسلم، لابد أنه تراعى حسب تعبير الفقهاء، تراعى القوانين المسلمة في الإسلام، ولا يشرع ولا يطبق شيء يخالف القرآن الكريم بشكل واضح. فبيع الخمور واضح على أنها من الأعمال الباطلة الحرام. والإسلام العزيز يتكلم معانا كنا، يقول وإن مكناهم في الأرض، إذا مكناكم وطيناكم سلطة وبيدكم كل شيء، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف. إحنا وين الآن؟ وين نأمر بالمعروف وين كذا؟ فهناك تقصير كبير من المتصدين المسؤولين اللي سيحاسبون على ذلك حسابا عسيرا. أحسنتم سيدنا. سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، وافر الشكر وعميق الاحترام والامتنان لكل ما تفضلتم به، شكرا جزيلا سيدنا. حياكم الله، بارك الله بكم، سلمك الله. الشكر موصول لكم أيضا إخوتي الكرام أخواتي الكريمات على طيب المتابعة، لنا لقاء إن شاء الله معكم، شكرا، في رعاية الله وحفظه.